سيرين، ليه مؤخرا ما كناش بنشوفك قوي بتغني في تترات مسلسلاتك؟ يعني دارج قوي مثلا زي فنانات بيغنوا بيمثلوا وبيغنوا تتر مسلسل، ليه انت حلو ما غنيتيش؟ حلو ابدا، مش ما بينتقص من فني ولا من وجودي، بالعكس. حتى بسيرة حب، يعني انا كنت مصرة وطلبت من محمد مشيش انه بليز انا بحب سميرة سعيد، انه بدي اياها هي تغني الغنية، انه وحتى بيحب يعني ب 24 كيرات انا طلبت من الاستاذ جمال سنان منتج العمل انه يا ريت راغب هو يلي بيغني تتر المسلسل. نعم، العصفوره كانت قالت لي على تتر 24 كيرات ان انت كان مفروض تغني مع راغب وما حصلش. لا مش غني، كان مفروض تتكلمي بعد كده، بقت الفكره ان تقولي كلام على الاغنيه. كانت فكره هيك مهضومه طرحتها، وحبها راغب ومروان خوري طبعا. نعم، حبيناها وحطيناها على حطينا صوتنا، وحتى انه في فيديوز وهيك. نعم، احتفظت فيهم لانه ما رجعت نزل الغنيه لاسباب معينه، صدقيني انا ما بعرف شو سببها. نعم، بعرف انه رجع تغير يعني الفكره كلها ونزل صوت راغب لوحده. في حد اعترض على الموضوع ولا كان بس هي؟ ممكن كثير يكون في حدا اعترض وممكن ما يكون في حدا اعترض، انا شخصيا ما عرفت شو صار. عرفت انه نزل الغنية هيك، وعلى الميلتين يعني صوت راغب مكفى وموفى. اكيد اكيد، بس ما زعلكيش الموضوع ده؟ عادي حتى لو شالوا صوتك في الغنى ما زعلكيش؟ زعلت شوي لانه كنت حاسه انه الفكره كثير جديده ومهضومه بعيدا عني انا كفنانة. حسيت انه فكرة كثير مهضومة انك انت تشاركي فنان بدراما، يعني انت عم تحطي صوتك كممثلة درامية عم تحكي مش عم بتغني. كان فكرة جديدة كنت حابة انه اكون سباقة فيها، ما صار، معلش، هيدا اللي زعلني مش انه عدم وجودي. مزبوط، حلو.